خلينا نروح مع حضراتكم لوزارة التموين. وزارة التموين قررت إعفاء بعض أصحاب البطاقات التموينية من فرق الأسعار في حالة أنه الشخص تقدم من نفسه وطلب أنه يحذف أفراد زائدة من بطاقة الدعم خلال الشهرين اللي جايين. ده ضمن الإجراءات اللي اتخذتها الوزارة للتسهيل على المواطنين لتقنين عمليات صرف الخبز والسلع. خلينا نفهم أكتر هذا القرار ونعرف تفاصيل أكتر من السيد دايرة وكيل وزارة التموين في الدقهلية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك واهلا بيكم، وكل عام ومصر بخير وسعاده وسلام ان شاء الله. وحضرتك طيب. حضرتك طيب. طيب يعني في البدايه استاذ السيد، عايز اعرف من حضرتك هذا القرار معناه ايه؟ يعني ايه هيكون في اعفاء بعض اصحاب البطاقات التموينيه من فرق الاسعار في حاله تقدم الشخص بحذف افراد زائده عن بطاقه الدعم؟ يعني ايه؟ والله الدولة لا تكل عن تحديث منظومة الدعم بحيث ان توصل الدعم للمستحقين. ومعالي الدكتور علي مصطفى وزير التموين واخد على عاتقه في الفترة الأخيرة تقنين بطاقات التموين وتحديث البيانات الخاصة بكل مواطن، ونتيجة هذا التحديث ظهر مجموعة من الأفراد على الزاهدين على بعض بطاقات التموين، مما يستوجب عليه دفع فروق تمويليه او فروق اسعار عن الفسق الزائده اللي خدها المواطن بدون وجه حق. فطبعا في مبالغ كبيره، لانه في حاله الدفع بنحاسبه على فرق العيش مثلا على رغيف الخبز الواحد ب 65 قرش اللي بياخده بخمس قروش. فعليه معالي الوزير اصدر قرار بإعفاء المواطنين من دفع هذه الفروق بشرط تقدم المواطن بنفسه بحذف هذه الافراد الزائده على البطاقه. طبعا الافراد الزائده دي نتيجه عن طبعا خطا من المواطن نفسه او خطا من المنظومه، وهي مثلا على سبيل المثال للحظ الافراد بعض الافراد المتوفيين، بعض الافراد الخارج البلاد المستحقين للدعم، بعض الافراد اللي تم ضافتهم برضه بدون وجه حق. فمثل هذه الحالات يستوجب على المواطن التقدم لاقرب مكتب تموين بحذف هذه الافراد. طيب استاذ سيد، لو المواطن نفسه ما تقدمش بطلب لحذف هذه الافراد، ايه اللي هيحصل معاه؟ احنا طبعا المده محدده بشهرين. في حاله انتقاء المده فيتم تطبيق عليها هذا عدم الاعفاء، ويتم دفع الفروق التموينيه بالاسعار الحديثه. يعني ضيف الخبز اللي خده بدون وجه حق ده هيحاسب عليه دي 65 قرش. طيب يعني على سبيل المثال ممكن يكون في مثلا البعض من مستحقين دعم توفوا في بعد 2020 وتم حذفهم اوتوماتيكيا، هل هناك تقدير من قبلكم بعدد الاشخاص غير المستحقين اللي المفروض توصلوا له الفتره الجايه؟ هو طبعا احنا المنظومه كل فتره بتحدث فيها، لان طبعا كان من بدايتها في بعض الشوائب اللي اصابت هذه المنظومه، فكل ما بتستحدث يظهر فيها بعض الاشياء يستوجب تحديث فيها، منها حذف هذه الفئه اللي هي الغير مستحقه اللي على بطاقه التموين. طبعا في المواطن احنا بننشئ من خلال برنامجكم المحترم المواطنين بسرعه التقدم لمكاتب التموين بحذف الافراد الزائده على كل بطاقه حتى لا يقع تحت الطائله ويدفع قيمه الفروق التموينيه كامله للدوله. طيب استاذ سيد، من فتره معالي الوزير طلع قرار بانه لازم يكون في ربط ما بين بطاقه التموين وما بين خط تليفون، وطلعت يمكن وقتها اشاعات بيقولوا انه لازم خط معين، والوزاره وضحت انه لا، مش شرط يكون خط تابع لشركه معينه، اي خط وخلاص يتم تسجيله وربطه ببطاقه التموين. ايه اللي ظهر لكم من خلال هذا التسجيل؟ ولو مواطن حتى الان ما سجلش، ايه اللي بيحصل معاه؟ والله هو طبعا على سبيل المثال للحصر ان معالي الوزير مد المهله اللي كانت هتنتهي 30/6 مداها لنهايه شهر 7 للمواطنين اللي لم يصرفوا ملحظ بتسجيل ارقام المحمول على البطاقه. اولا دي برضه من ضمن منظومه استحداث البيانات ورقمنه البيانات الخاصه ببطاقه التموين
واما من بالنسبه لموضوع الخط المحمول بعينه ده، اي خط محمول اي شركه الوزاره لم تستثني شركه عن اخرى، بشرط ان يكون المواطن مسجل هذا الرقم بشخصه. فظهر فيها عيوب كتير، من بعض هذه العيوب ان في بطايق غير مستحقه بالمره، في اشخاص متوفاه، في اشخاص خارج البلاد، فكل هذه طبعا هتظهر وهتبان هذه السلبيات الموجوده في المنظومه، مما يستوجب عليها ان تنقيه هذه البطاقات وتحديث هذه البيانات بيستوجب توفير بعض مستحقات الدعم لتوجيهها التوجيه الصحيح للمجتمع. طيب للافراد. طب لو المهله المحدده او الاضافيه خلصت، ايه اللي المفروض يحصل معاها؟ ما هو في الحاله ديت هيتم وقف البطاقه، لان احنا كان عندنا في سابقه قبل كده في بخصوص الدخل العالي والسياره اللي موجوده، فتم وقف البطاقه، واللي عنده مظلمه بيجي تقدم بتظلمه، يعني اللي وقع عليه مثلا ظلم ما بحذفه بيتقدم لمكاتب التموين سواء بالدخل العالي او السياره حديثه قبل 2013، فده بيرجع تاني للتموين. طب يا فندم معلش خليني بس استفهم من حضرتك على موضوع وقف البطاقه، هو وقف البطاقه يعني اي بطاقات اللي هيتم وقفها؟ هل في احنا عندنا خلينا نقول احصائيه بعدد الاشخاص مثلا اللي بياخدوا الدعم بس هم غير مستحقين، ولا وقف البطاقه ده هيكون على اي اساس؟ لا، هو اولا احنا عندنا 23 مليون بطاقه على مستوى الجمهوريه، عندنا 64 مليون مواطن مستفيد دعم سلع تموينيه، وعندنا 71 مليون مواطن مستفيد دعم الريف خبز. معنى وقف الحق المستفيد هو وقف دعم السلع التموينيه فقط، اما الخبز فهو ساري. كل من يقع عدم تقديمه المستندات تدل على انه غير خاضع لهذه الفئه، سواء سياره حديثه بعد 2018 او دخل عالي فوق ال 9600، كل من ده يقف حصه التموين فقط، اما الخبز ساري. مفهوم. طيب طيب استاذ السيد، يعني برضو هذا القرار الحقيقه انه مفترض انه يوفر سلع غذائيه وخبز، عايزين نعرف من حضرتك يعني المتوقع او حسب برضو الخطه خطتكم المفروض ان هو يوفر سلع وخبز بنسبه قد ايه، وايضا القيمه الماليه لهذا التوفير. اولا الدعم الشهري بس لسلسله الخبز 5.5 مليار جنيه، تكييف الخبز بس دعم الدوله بتدعمه ب 5.5 مليار جنيه، السلع التموينيه دعم شهري 3 مليار جنيه، فاي توفير طبعا الدوله لم تستفيد من هذا التوفير، ولكن بتحاول توجهه للفئات الاكثر احتياجا، ودل على ذلك قصر يعني فتح باب مثلا الاسر الاولى بالرعايه، الفئه المستحقه للدعم. طبعا في اتجاهات اخرى، يعني اتجاهات كثيره الدوله بتوجه هذه الفروق اللي هتتم توفيرها من الغاء بعض الدعم عن بعض المواطنين. هل ممكن نضيف اشخاص جديده يا فندم للبطاقه التموينيه؟ طبعا في الخطه الجديده ان شاء الله هيبقى برضه مبروز ان نضيف افراد جديده في الاسر الاكثر احتياجا ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله. ان شاء الله يا فندم، كل الشكر ليك استاذ سيد دايره وكيل وزاره التموين بالدقهليه.